لقد رأينا في عدة عروض أن فضاء عمود أو ما يعرف بكولوم سبيس الاقتران توجد مباشرة. في هذه الحالة فضاء العمود A يساوي جميع المكونات الخطية لمتجهات A، أو بطريقة أخرى أن جميع المكونات الخطية عبارة عن امتداد متجهات العمود هذه، أي امتداد سبين. فإذا سمينا هذه بـ A1 وهذه A2 A3 وهذه A4 وهذه A5، بالتالي فضاء العمود A يساوي امتداد A1 A2 A3 A4 و A5. هذا كاف، لكن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو ما إذا كانت هذه من قاعدات فضاء العمود، أو بشكل أكثر إثارة للاهتمام ما هي قاعدة فضاء العمود A؟ وفي هذا العرض سأريكم طريقة لتحديد القاعدة حتى نحصل على البداهة لمعرفة سبب نجاحها، وإذا كان لدي المزيد من الوقت أو في العرض التالي سأثبت لكم سبب نجاحها. ما سنفعله هو إيجاد القاعدة، إن نريد إيجاد قاعدة فضاء العمود A، وتذكروا أن القاعدة تعني امتداد المتجهات C و A. كما هو واضح فإن امتداد هذه المتجهات يعني امتداد هذه المتجهات في فضاء العمود هذا، لكن لكي يكون قاعدة يجب، دعوني أكتب هذا مستقلة خطيا، يجب أن تكون مستقلة خطيا أو linear independent، ونحن لا نعلم إذا كانت هذه أو ما هو فرعي لهذه تعتبر مستقلة خطيا. ما تفعله، وأنا بالفعل سأقوم بوصف العملية هنا كما هو معرض للبرهان بشكل الصف المنخفض، لذا دعوني أفعل، دعوني أرى إذا كان يمكنني فعل ذلك. دعونا نبقي الصف الأول كما هو، دعوني أفعل ذلك على الجانب الأيمن، على الجانب الأيمن، وسنبقي الصف الأول كما هو، واحد صفر سالب واحد وصفر وأربعة، ثم دعونا نستبدل الصف الثاني بالصف الثاني ناقص اثنان ضرب الصف الأول، ثم الصف الثاني اثنان ناقص اثنان ضرب واحد يساوي صفر، واحد ناقص اثنان ضرب صفر يساوي واحد، وصفر ناقص اثنان ضرب سالب واحد يساوي صفر زائد اثنان، وصفر ناقص اثنان ضرب صفر يساوي صفر، ثم تسعة ناقص اثنان ضرب أربعة يساوي واحد. هذا كافي. الآن نريد أن نجعل هذا صفرا. حسنا، تبدو أنها طريقة مباشرة، فقط قوموا باستبدال هذا الصف بهذا الصف زائد هذا الصف. إذن سالب واحد زائد واحد تساوي صفر، اثنان زائد صفر تساوي اثنان، وخمسة ناقص واحد تساوي أربعة، واحد زائد صفر تساوي واحد، وسالب خمسة زائد أربعة تساوي سالب واحد. وأخيرا سنحصل على هذا الناتج، وحتى نجعله صفرا دعوني أستبدله بنفسه ناقص الصف الأول. إذن واحد ناقص واحد يساوي صفر، سالب واحد ناقص صفر يساوي سالب واحد، سالب ثلاثة ناقص ناقص واحد يساوي سالب ثلاثة زائد واحد ويساوي سالب اثنان، سالب اثنان ناقص صفر يساوي سالب اثنان، ثم تسعة ناقص أربعة يساوي خمسة. إذن لقد أنجزنا دورة واحدة، لقد حصلنا على محور العمود الأول، والآن دعونا نجري دورة أخرى من عملية الصف. حسنا، نريد تصفير جميع هذا، ولحسن حظنا أن هذا يساوي صفر، بالتالي لا يتوجب علينا أن نغير الصف الأول والثاني. إذا نحصل على واحد وصفر وسالب واحد وصفر وأربعة، والصف الثاني يكون صفر
وواحد واثنان وصفر وواحد. والآن دعونا نرى إذا بإمكاننا أن نستبعد هذا، ودعونا نفعل هذا عن طريق استبدال الصف الأزرق أي الصف الثالث بالصف الثالث ناقص اثنان ضرب الصف الثاني. إذن صفر ناقص اثنان ضرب صفر يساوي صفر، اثنان ناقص اثنان ضرب واحد يساوي صفر، وأربعة ناقص اثنان ضرب اثنان يساوي صفر، وواحد ناقص اثنان ضرب صفر يساوي واحد، وسالب واحد ناقص اثنان ضرب واحد يساوي سالب ثلاثة. هذا جيد. الآن هذا الأخير نريد أن نستبعده ونريد تحويل هذا إلى صفر. إذن دعونا الآن نستبدل هذا الصف الرابع بالصف الرابع زائد الصف الثاني. إذن صفر زائد صفر يساوي صفر، سالب واحد زائد واحد يساوي صفر، وسالب اثنان زائد اثنان يساوي صفر، وسالب اثنان زائد صفر يساوي سالب اثنان، ثم خمسة زائد واحد يساوي ستة. إننا نقترب، دعونا ننظر إلى مدخلات المحور. لدينا مدخل المحور هذا، ذلك المحور، وهذا ليس مدخل محور لأنه يتبع واحدا آخر. هذا مدخل محور أو سيكون كذلك. نخرج الصفر وسالب اثنان وأعتقد أننا نكون قد انتهينا. دعوني إذن أكتب الصف الأول كما هو لأن كل شيء في العلا عبارة عن صفر. إذن الصف الأول يمكن أن أكتبه ليكون واحد وصفر وسالب واحد وصفر وأربعة، والصف الثاني يكون صفر واحد اثنان صفر واحد، والصف الثالث يكون صفر 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 واحد وسالب ثلاثة. والآن دعونا نستبدل الصف الرابع، دعونا نستبدله بنفسه زائد اثنان ضرب الصف الثالث. إذن صفر زائد صفر في اثنان يساوي صفر، وصفر زائد صفر في اثنان يساوي صفر، وصفر زائد اثنان في صفر يساوي صفر، وسالب اثنان زائد واحد ضرب اثنان يساوي صفر، وستة زائد سالب ثلاثة ضرب اثنان يساوي صفر. ومن هنا سنضع المصفوفة بصورة صف منخفض، واسمحوا لي أن أضع أقواسا حولها، إنها ليست سيئة إذا قمت بالتلاعب بها. وفي بعض الأوقات سيصيبك صداع عند تفكير بعمل شيء كهذا، لكنه لم يكن سيئا. إذن هذا هو شكل الصف المنخفض للمصفوفة A. دعوني أسمي تلك المصفوفة BR. إذن هذه هي المصفوفة R. الآن ماذا نلاحظ على المصفوفة R؟ حسنا، فيها ثلاث مدخلات محورية أو ثلاثة أعمدة. دعوني أقوم بتربيعهم أو أضع دائرة حولهما، العمود واحد عمود محوري، والعمود اثنان عمود محوري، والعمود ثلاثة عمود محوري، وقد فعلنا هذا في عروض سابقة. هناك شيئان يمكنك أن تراهم، هذه الأعمدة الثلاثة المستقلة خطيا. وكيف تعرف ذلك؟ هذه تحصل على واحد آخر، وذلك مع مراعاة الآخرين. إذن إذا أخذنا مجموعة من، دعونا نسمي هذا R1 وهذا R2 وهذا R3 وهذا R4، ومن الواضح أن المجموعة R1 وR2 وR4 مستقلة خطيا. وربما أنك تتساءل لماذا؟ حسنا، انظر، هذه حصلت على واحد هنا، والبقيتان حصلوا على صفر، وفي ذلك المدخل صحيح. وهذا من خلال تعريف المدخلات المحورية. المدخلات المحورية لديها أصفار، أو الأعمدة المحورية لديها أصفار في كل مرة ما عدا عند احتوائها على واحد. لأي عمود محوري سيكون العمود المحوري الوحيد الذي يحتوي على أصفار، أو سيكون العمود المحوري الوحيد الذي لديه واحد هنا.
إذن لا توجد طريقة تمكنك من جمع مكوناته للحصول على واحد. يمكنك أن تقول 100 ضرب صفر وسالب 3 ضرب صفر ولن تحصل إلا على صفر. إذن هذا سيكون مساويا لذلك، ولسبب نفسه لا يوجد مكون في هذه وهذه يساوي هذا. هذا من خلال تعريف المدخل المحوري. عندما تضعه بصورة الصف المنخفض يكون من الواضح أن أي عمود محوري سيكون الوحيد الذي يحتوي على واحد. من الواضح أنه هذه مستقلة خطيا، لأن الآن تبين ولم أقم بإثباته. هذا A الأعمدة المتمثلة في R1، لكنه كان A قبل أن تضعه بصورة الصف المنخفض. إن هذه أي A1 وA2 وA4 أيضا، مستقلة خطيا. إذا A1 دعوني أقوم بتحويلها A2 وA4. إذا كتبته بهذا الشكل A1 و2 وA2 وA4، دعوني أكتبه كمجموعة. هذه أيضا مستقلة خطيا، حيث أنني لم أقم بإثباتها، لكن أعتقد عمليات الصفوف هذه لا تغير من المصفوفة، وسأقوم بعمل توضيح أفضل لهذا. لكني أريدكم أن تفهموا كيفية تكوين قاعدة لفضاء العمود، إنهم مستقلين خطيا. إذن السؤال التالي، هل يعملون على مدى فضاء العمود؟ ولكي يقوموا بذلك، فإن كل من هذه الخمس متجهات إذا كنت تمتلكهم كلهم سيعملون على مدى فضاء العمود من خلال التعريف. لكن إذا أمكننا أن نوضح، ولن أفعل ذلك في هذا العرض، لكنه يبين أنه يمكنكم دائما أن تمثلوا الأعمدة غير المحورية كمكونات خطية. للأعمدة المحورية، وقد لمسنا ذلك في عروضنا السابقة حيث وجدنا حل فضاءات الفراغية وكل ذلك. هذه يمكن بلا شك أن تمثل كمكونات خطية. لا، هذه لم أوضح لكم ذلك، لكن إذا أخذتم ذلك حقا فلن تحتاجوا لمد ذلك العمود وذلك العمود. إذا فعلتم ذلك، أعتقد أن الطريق الأفضل لتفكروا به، فلن تحتاجوا لمدهم رغم أنهم جزء من الامتداد، لأنه إذا احتجتم لهذا باستخدام المكونات الخطية لهذه، وإذا أردتم إيجاد قاعدة فضاء العمود A، قوموا بتحويل A إلى صورة الصف المنخفض، وانظروا إلى المدخلات المحورية في صورة الصف المنخفض لA وهذه الثلاثة، ثم انظروا إلى الأعمدة المتماثلة لهذه، الأعمدة المحورية في A الأصلية، وهذه تشكل الأساس، لأن أي مكون خطي منهم أو مكونات خطية منهم يمكن أن تستخدم لإنشاء الأعمدة غير المحورية وهي مستقلة خطيا. لم أقم بتوضيح هذا لكم، لكن في هذه الحالة إذا أردتم معرفة القاعدة فهي A1 A2 A4 و A4 هنا. والآن يمكننا، دعوني أقول القاعدة A1 A2 وA4 يشكلون قاعدة فضاء العمود A. لأنه يمكنكم إنشاء الاثنان الآخران باستخدام المكونات الخطية لمتجهد القاعدة، وبهذا أيضا وهذه أيضا ستكون مستقلة خطيا. الآن السؤال التالي، ما هو بعد القاعدة، أو ما هو بعد، وليس بعد القاعدة، ما هو بعد فضاء العمود A؟ حسنا، البعد عبارة عن عدد من المتجهات الموجودة في قاعدة لفضاء العمود، وجميع القواعد لها نفس العدد من المتجهات لأي فضاء جزئي. إذن لدينا 1 2 3 متجهات، إذن بعد فضاء العمود يساوي 3، وبعد فضاء العمود لديه
عبارة مخصصة له وهي المرتبة. إذا مرتبة A وهو يعادل أو rank يعادل بعد فضاء العمود ويساوي 3 أيضا. ويمكن أن نفكر بطريقة أخرى، إن مرتبة A عبارة عن عدد متجهات العمود المستقل خطيا التي لدينا والتي يمكنها أن تمد فضاء العمود، أو عدد متجهات العمود المستقلة خطيا التي يمكن أن تستخدم لإنشاء جميع متجهات العمود الأخرى. لكن أتمنى أن هذا لم يربككم كثيرا. الآن الفكرة بسيطة، خذوا A وضعوه في صورة الصف المنخفض وانظروا أي أعمدة تعتبر محورية. الأعمدة المتشابهة ستكون القاعدة لفضاء العمود. إذا أردتم أن تعرفوا مرتبة المصفوفة فيمكنكم أن تعدوهم، أو إذا لم ترغبوا بذلك أن تقوموا بعد الأعمدة المحورية الموجودة لديكم في صورة الصف المنخفض. هكذا تقومون بإيجاده. في العرض التالي سأوضح سبب نجاح هذا.